اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر على ذلك شكرا كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت العلي الأعلى أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته، وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك
إنا كنا من الظالمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك يا باسط اليدين بالعطايا، يا دائم الإحسان، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به مما أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة الشريفة، نورها ورزقها وبركتها ونصرها وهداها. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك تعلم مكاننا، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب إلا أنت سبحانك. فاللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إلهنا، عظم الكرب واشتد الخطب على إخوان لنا في العقيدة مسهم الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوان سبقونا إلى الدار الآخرة من ولاة أمر وعلماء ومحبين، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد.